السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم علي جودة من قناة فيش جدي، وحاليا أعطيكم أبديت عن مظلة الطراد. ومثل ما تشوفون وراي شبه جاهزة وراح تتركب إن شاء الله في الوقت القريب. طبعا ستانلس ستيل من ماركة نيوتن فاكتوري، ومثل ما قلت لكم راح نحط إضافات عليها. طبعا أول شيء نافيجيشن لايت اللي الأخضر والأحمر، وعندنا الليتات الاي دي في النص اثنين قدام وورا، وعندكم بعد راح نضيف ان شاء الله هني رود هولدر حيكون تحت. طبعا راح هني يلصق على برا، انا خليته شوي من ورا اساس اللي يسحب سناره مرتاح. في موديلات تجي هني من ذي الصوب، فحسب اللي انت تبي راح يضبط لك الورشه. طبعا راح نركب واحد يمين وواحد يسار هناك، وايضا عندنا هني العلم سوري هني النافيجيشن الابيض، وهني كشاف اللي ورا، وراح نركب هني رود هولدر اثنين راح يكون تقريبا قريب من النص، واحد هني وواحد هني. تعملنا ليش؟ اساس اللي يكون الدري مطر هطر هني يكون موجود، فاللي راح يركب ما راح مرقون يرقى راسه في رود هولدر. طب راح نحط بس واحد واثنين، ومثل ما قلنا هني بعد واحد راح يركب بشكل عام. وهني هذا الليت الخلفي، ايضا سوينا فتحات حق السماعات اللي راح نركبهم هني في الجهه يمين ويسار. هاي بشكل عام المظله ستان ستيل، اتوقع بكره راح يركبونها. طبعا مثل ما تعرفون المظله ذي قص شوي غير عن القبليه، فراح نضبط الخلق اللي هو الكفر مال الشمس على المظله الجديده. راح نشوف هل راح نواصله او راح نشتري خلق جديد. طبعا هذه ابديت اخبار طراد، وان شاء الله صبره ما باقي شيء ويجهز. وفي النهايه تنسون تضغطون زر اللايك وزر الاشتراك في القناه وتفعل زر التنبيه علشان يوصل لك كل جديد. وتشوفكم على خير ومع السلامه.